مرحبا بكم حبايب قلبي. مرحبا. شو خالد شو حنعمل اليوم؟ النهاردة ان شاء الله في وصفة تانية بخصوص برضو اقتصاد الشعر. دي وصفة جميلة جدا، انا جربتها عن نفسي 3-4 مرات ودلوقتي الحمد لله مفيش شعر بسقط ومفيش يعني الشعر بقى صحي كويس جدا. يعني هيدي الوصفة مجربة ومضمونة، بنصحكم تجربوها. الأخت أماني هتعرفكم اللي احنا محتاجينه كله. أول شيء نحن بحاجة لبيضة نستعمل منها بس الصفار، بدنا نفصل الصفار عن البياض وناخد الصفار بس. ومحتاجين لتوم 3 أو 4 صح؟ 3 أو 4 بالضبط كده. 3 أو 4 فصوص توم وزيت زيتون. بس هذه كل المكونات اللي لازمتنا للوصفة. كل ده المكونات اللي احنا محتاجينها كلها للوصفه اللي انا قلت لكم عليها واللي انا جربتها عن نفسي وما شاء الله يعني ادت نتيجه كويسه جدا. ودلوقتي عشان حاجه صغيره لكم، انا اعرف ان في بنات كتير ما بتحبش تقشير الثوم او بمعنى اصح بيستخدموا السكينه وبعوروا نفسهم، بس في حاجه سهله جدا. يعني احنا لو اخذنا 3 من دول ونحطهم في البرطمان الازاز ده، واو انا كمان بكره قشرتهم. خلاص ما انا عارف كل البنات كلهم بيعملوا مشاكل مع عمهم، بياخدوا كتير وقت لانه صغار. بالظبط كده. دلوقتي اتقشرت ونضيفه جدا، مفيش فيها قشر خالص. شكرا يا خالد على المعلومه الرائعه. تسلمي. وده الثانيه برضه مفيش فيها قشر خالص. الثالثه دي يعني اوكي ماشي، يعني حاجات بسيطه جدا. اتقشر الثوم من غير لا سكينه ولا الواحد يعور نفسه بالسكينه ولا اي حاجه. ودلوقتي اللي احنا هنحتاجه كله هنفصل الصفار البيض عن البياض، وصفار البيض عامة احنا محتاجينه للشعر. البياض بتاع البيض بيتعمل ماسك للوش، وانا هحط لكم الماسك هوريه لكم بصراحة. بشد الـ 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 الوش وبرضه كويس عشان التجاعيد. وهلا انا هفصل الصفار من البيضة. بهالوقت خالد عم بقطع الثوم قطع صغيرة. زي ما انتم شايفين دلوقتي بنقطع في الثوم يعني قطعة صغيرة جدا، بحيث برضك هو بتضرب في الخلاط يكون يعني ميبقاش كبير، ميبقاش يعني كبير شوية. بعد ما فصلت الصفار عن البياض بحطه بالمكنة. ودلوقتي الثوم اتقطع خالص وبقى جاهز للخلط. منضيفه فوق الصفار البيض. بالظبط كده. وبعدين اللي احنا محتاجينه اللي هو زيت الزيتون. ونحط 3 معالق أو 4 معالق معلش سوري 3 معالق أو 4 معالق زيت زيتون. وبعد كده يتضرب في الخلاط كويس جدا. شايفين دلوقتي بقى ناعم جدا. ده المقدار بس، ممكن واحد او واحده تستخدمه لشعرها على حسب الشعر طويل قد ايه.
يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى ناعم جدا جدا جدا. هلا نحن فضيناه بهاي الكاس الصغيره ودلوقتي بقى جاهز للاستخدام، يعني بمعنى اصح ممكن تحط مثلا بصوابعك وتدلك فروه الراس تدلك كويس جدا، وبعد ما تدلك تحطيه على فروه الراس يعني تسيبيه من نص ساعه لساعه على حسب الفتره اللي انت موجوده فيها في البيت، وبعد كده بتاخدي شاور وتغسلي بالشامبو اللي انت محتاجاه او انت اللي انت محتاجاه تستعمليه يعني بالظبط كده. والاهم حاجه يعني لو الشمس طالعه كمان يبقى كويس جدا بعد ما ما تاخدي شاور او تغسلي الشعر بتاعك، يا ريت تقعدي في الشمس من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وده الاستخدام بتاعه مرة أو مرتين في الأسبوع، وإن شاء الله هيدي نتيجة كويسة جدا وما عادش هيبقى فيه تساقط للشعر، وهتشوف الفرق بين الأسبوع اللي فات من الأسبوع الجديد، والشعر هيبقى صحي وكويس جدا. عايزة تضيفي حاجة تانية يا مان؟ لا خلص. بس كنت بدي أقول إنه هيدا الماسك هيدا بياض البيض فينا نستعمله ماسك للوجه مثل ما قال خالد. هيدا الماسك بيعطينا نضارة واشراقه للوش كتير حلوه ونعومه كمان. بالظبط كده. انا ممكن استخدم الماسك ده قدامكم عشان تصدقوا ان انا استخدمت الحاجات دي وجربتها قبل من كده، يعني بمعنى اصح هنا حاجات خفيفه خالص بالصبع وديتهنا على الوش بكتير قوي 3 4 دقائق او 5 دقائق هتلاقي الوش الشد، يعني البشرة بتشد وبتصير ناعمة. بالظبط كده. هلا هيدا البياض البيض بيعمل مثل طبقة بتصير قاسية على الوش صح؟ بتشد فعلا بتشد. الوش بتشد الوش وبتخليه يعني هتحسوا بيه من 5 دقايق ل7 دقايق، يعني الماسك ده ممكن يكفي العيلة كلها، يعني 5 6 لو العيلة كلها مثلا 10 ممكن يكفوهم كلهم. هي طبقة واحدة بس بتحطها، ولو مثلا خرجت في البلكونه او اتمشيت شويه اللي بتحس ان الماسك بشد بسرعه. بس كده ده الوصفه كلها، وان شاء الله جربوها وهتجيب نتيجه كويسه جدا. ويا ريت لو حد محتاج عنده اي سؤال يبعت لنا واحنا ان شاء الله نحاول نساعدكم على قد ما نقدر. وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، واذا جايين لاول مره لعنا على القناه ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب، ونشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. وان شاء الله كل جديد هيوصل لكم. باي باي.